تقريبا الحديث اللي تحدث الدكتور عنه بلغة الإمام الرضا هو كلمة واحدة. الكلمة الواحدة هي احزنوها. ما بتعرفوها؟ إذا بدي أوضح كثير فهمتوا؟ عرفتوا ولا الكلمة؟ خلاصة كلام دكتور غانم لخلق الاتزان بين السطحية والعمق، يقول روبرت أوبنهايمر، هذا أكبر ممثلي العقول الذرية في الدنيا، يقول إنه أصعب المصاعب وأجد الجديد هو خلق الاتزان بين السطحية والعمق. فكيف نخلق الاتزان بين سطحية شهواتنا وبين عمق الغاية التي أوجدنا الله لها، وهي وما خلقت الجن؟ هذه الغاية القصوى، العلاقة الدائمة مع الله. أما أكل شو؟ أكل التفاح ولا شرب خل التفاح؟ وعلى فكرة غانم خباهم للوصايا، خباهم من شرب هيدي واحدة. وتاني غمز إنه ما حدا خالي من العيوب، لأنه بيقول لي إنه أنا كتير بفوت بالفرامة أحياناً لما بتقوم قيامة الكلمة اللي عم دور عليها الآن، وهي كلمة واحدة: الأخلاق. الأخلاق أيها الأحبة هي اللياقة الأخوية. أخ لاق. بالبلاغة في نظرية اسمها، هلا حكى الشاب عن البلاغة، ليش أنا ما بعلم بلاغة ولا بعلم شعر، بعلم هيك حركات معينة حتى يصير عندهم قانون في التفكير، قانون في اللياقة في سلوكهم، مجرد انه مثل ما عم بيدربهم حسن المنصوري لاولاده على حفظ القران، في عندهم لياقه معينه. هيدي الصغيره بتصير بدها تعمل مثل الدكتور، بدها تصير دكتوره مثل محمد باقر 5 سنين، الثاني الثالث وهكذا. اقول الاخلاق هو لياقه اخويه، لياقه لايق. هلا انتم بتعرفوا ارازي بالفرنسي، افتحوا القاموس الفرنسي وشوفوا حرستا، كنت عم دور على حرستا باللغات، طلع بدل الآ بدل الحاء آ. إذا قريتوا أرازي، أرازي يعني لما واحد نجار بيريد يعشق ما بين الأخشاب ينجر ويسوي، يعني الأرازي التسوية. حرستا، الله يفتح قلبي في حرستا، الدكتور علي، الدكتور أبو خليل، الإخوة الذين يعرفون كيف كنا نلتقي ونتحدث بيعرفوا أنه هون مش بعدين. هون يا أبو الحسن الشاذلي، أنا وعدت للدكتور علي وعدت لحمود بكفاني أنه نحن في ضيافة أبو الحسن الشاذلي على ظهور الخير، فلان البازل، عبد القادر الجيلاني، كريشنا، غيره غيره، هون بتتجلى أمور معينة. ولذلك أقول إن حرستا معناها التسوية، التسوية. يعني ربنا لما حكى قال إنه سويته لآدم، سواه الطين، سواه بيده الشريفة. إذا التسوية، الأخلاق، الأخوة اللائقة بكل الظروف. شو يعني الأخوة اللائقة؟ السلوك اللائق بين الرجال والنساء كثير مهم. في بلدان بسوريا نسبة النساء المطلقات أكثر من نسبة المزوجات. غانم يعرف هذا الكلام جيدا. ليش؟ لأنه فعلا الأرازي، التسوية، الخلق، حسن التعامل، حسن الكلام، حسن يعني هذا الكلام النبوي الذي هو لا يجرح أحدا بكلام، هذا تقريبا نحكي عن إنما الأمم الأخلاق مما ركز فيها. ولكن قلما نستطيع التسوية بيننا وبين أنفسنا. ترك المرأة، الجسد والروح أيضا زوج آخر. نحن كثير قليلي اللياقة مع أجسادنا، نستهلكها بغير ما ينبغي. فإذا الأرازي
أو التسوية أو الأخلاق هي الطب الأعلى. وهذا المعنى الحقيقي أنه كيف ممكن ندوب سرطان عندما نتجه إلى الديان، كيف ممكن نقوم رجلا لا يقوم أو امرأة مقعدة، كيف يمكن أن ننهض بها وإذا النفس أنهضت من مريض درج البرء في قوى جسمانه. هذا حكي مهم، وهذا الحكي مستلهم من حروف حرستا، لأنه أبي آدم علم الأسماء كلها، وكل اسم سماه آدم تعلمه من ربه فيه سر. فابحثوا عن السر في كل الأسماء، في كل الأشياء، في كل الحجارة، في كل البشر، بتشوفوا عجائب الله.